مساء الخير على كل مشاهدينا في كل أنحاء العالم، وأهلا بكم حلقة جديدة من برنامجكم ليوم الثلاث 13 أكتوبر 2020. الحقيقة إحنا سعداء جدا بما تحقق في ليبيا من وقف لإطلاق النار ومن عودة حكومة فايز السراج إلى صوابها وإعلانه الاستقالة، أول نوفمبر هتتطبق، ومن وجودهم معانا في القاهرة هم وممثلين عن كل القوى الليبية للوصول لنتائج تبني على إعلان القاهرة ومبادرة برلين. في محاولة لمبادئ دستورية أو دستور مصغر بتصنع في القاهرة في هذه الأيام، وده شرف كبير وحاجة تسعدنا جدا، لأننا من أحرص الدول على استقرار الجارة الشقيقة ليبيا. النهاردة هنحاول نتعرف على بعض سمات هذه الوثيقة الدستورية من بعض من واضعيها، وهيكون معانا رمزي الرميحي وردة شعبان، وهم من المتخصصين في الشأن الليبي، وطبعا رمزي الرميحي ليبي الجنسية، وحنتعرف على ليبيا في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله يكون في حلول. كمان عندنا مبادرة جيدة جدا الحقيقة، مبادرة حياة كريمة، يعني عاملة شغل كويس قوي، وإحنا أكتر من مرة طلبنا إن إحنا يعني نتحدث باستفاضة عن إخواتنا وأهالينا اللي مبادرة حياة كريمة عملت لهم مساكن، عملت لهم تحسين لأوضاعهم المعيشية، عملت لهم بنية تحتية، عملت لهم مجاري، عملت لهم كهرباء، عملت لهم مية، عملت لهم غاز طبيعي، عملت لهم وحدات سكنية وسلمتها لجزء منهم. فالنهاردة هيكون معانا مستشار وزير التضامن أستاذ خالد عبد العال علشان نتكلم عن كل ده بالتفصيل، والأفكار الأخرى اللي خارجة من مبادرة حياة كريمة، لأنها الحقيقة بتشتغل في محاور متعددة وبشراكات مع هيئات وصناديق مختلفة. دي فكرة عن فقرات الحوار اللي هتيجي بعد الأخبار، لكن دلوقتي هنستعرض كم خبر كده.